بعد فكرة انطلاق الاستراتيجي، العالم شاف اللي حصل في مصر ازاي، وانا لسه كنت بقول لحضراتكم انه اللي حصل في مصر وبانطلاق هذه الاستراتيجية، مصر بتشتغل بالتوازي في كل الملفات. لولا التنمية كانت الاستراتيجية مش هيبقى في مكانها خالص. فالعالم ممكن يكون شايفنا ازاي الفترة اللي فاتت، شايفنا ازاي النهاردة وبعد النهاردة، ده كلام في غاية الأهمية من تقدم ومن تطور بيحصل في مصر. خليني أرحب بسيد سفير أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة. سيد سفير مساء الخير فن. مساء النور مدام عزة، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك وبحيا حضرتك على كلمة اليوم صباحا. والعالم شفنا ازاي الفترة اللي فاتت يا سيد سفير، ومع اللي بيحصل النهاردة هيبقى شايفنا ازاي؟ هو بالتأكيد الاحتفالية اليوم تمثل نقلة نوعية ورسالة للداخل وللخارج بأن مصر بتمضي في الطريق الصحيح، وأنها بتبني الدولة الجديدة، وأنها في مجال حقوق الإنسان فهي تتحدث اللغة الدولية لحقوق الإنسان، وهي أصلا كانت من ضمن اللي صاغوا المبادئ حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، وبالتالي فإحنا لأول مرة بنحط خارطة طريق متكاملة ورؤية ذاتية لما نريده لأنفسنا في السنوات القادمة، وبداية عمل استراتيجي يبني في حلقات متواصلة. الخطة دي أدي الأولى هيتلوها حاجات، ونبني لكل حلقة بتوصل للي بعديها، بحيث في النهاية نصل إلى ما نصب إليه بإذن الله من تقدم يليق بمصر وشعبها. الخريطة اللي محطوطة طبقا للاستراتيجية دي هتخلينا ماشيين بالتوازي مع ما يدعيه العالم من حقوق الإنسان؟ لا، هم يدعوا اللي هم عايزينه، احنا بنتكلم بكلام موضوعي باللغة الدولية لحقوق الإنسان. ادي الحقوق المختلفة بفئاتها المختلفة، وفي كل منهم احنا زي كل دولة من الدول بنشوف ايه هي نقاط القوة والفرص اللي عندنا، وبنحدد ايه التحديات اللي عايزين نعالجها بنفسنا، وايه النتائج المستهدفة، وبطريقة علمية ومنهجية، وتم كل ذلك بأسلوب تشاركي وتفاعلي مع المجتمع المدني، مع البرلمان، مع المجلس القومي لحقوق الإنسان. فلدينا قصة لعمل منهجي ويؤكد والإرادة السياسية والعمل الجاد اللي بيتم على أرض مصر. نعم، واضح العمل الجاد ده زي ما قلت في البداية، ما حدث وما يحدث في مصر ده واضح لدى العالم. احنا بنخاطب العالم بلغته، بنوري احنا بنعمل التقييم الذاتي، ولدينا مبادرتنا احنا من اكتر من سنة ونص، وتعاملنا مع هذا الموضوع بمنهجية، والحدوته دي ما جاتش فجأه، ولكن جت من خلال عمل منهجي ومراحل مختلفه من الصياغه، ومن ايضا شفنا ايه التزاماتنا الدوليه، شفنا ايه التزاماتنا في الدستور، شفنا ايه التوصيات اللي مصر تلقتها في الاستعراض الدوري الشامل، وايه اللي تلقته من المجلس القومي الحويني. كل ده عمل منهجي محترم لاي دوله محترمه عايزه تمضي الى الامام. وبالتاكيد رساله اليوم هي ان مصر بتنتقل نقلة نوعية إلى الأمام. نعم، إذا الاستراتيجية استغرقت وقت زي ما حضرتك كنت بتقول قبل خروجها للنور، سنة ونص. سنة ونص. ولماذا الآن انطلاقها؟ لماذا الآن؟ هي أخذت سنة ونص من الإعداد والتمحيص وكل الخلفيات، الأوراق الخلفية اللي كانت مطلوبة، وتحديد كل التوصيات والحقوق المختلفة، ودراسة كل واحدة منهم أين نحن وأين نريد أن نكون. فده عمل منهجي يعني أخذ وقته، وبخبراء ومتخصصين وهيئة استشارية من الشخصيات العامة المنتقاة، وأيضا جلسات استماع بالرغم من جائحة كورونا، إلا أن عملنا جلسات استماع شارك فيها افتراضيا على وسائل الإنترنت دي، في جلسات الاستماع الناس من كل أنحاء الجمهورية. وتمت جلسات أيضا مع البرلمان ومجلس حقوق الإنسان. ففي نهاية الأمر كانت محصلة عملية تشاورية وتحديد لما نريده لأنفسنا، وهي نقطة بداية سيتلوها بالتأكيد خطوات أخرى إن شاء الله.
الخطوات الأخرى نقدر نقول ده هيبقى دور اللجنة، اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في تطبيق الاستراتيجية؟ اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان هي مناضية وفقا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية، متابعة تقديم تقارير متابعة دورية لموقف تنفيذ هذه الاستراتيجية، وده بالتأكيد اللجنة دي بتضم في عضويتها كافة الجهات الوطنية المختلفة، وأيضا هذا التقييم المستمر لما يتم تنفيذه سيكون أيضا محصلة لتشاور مع المجتمع المدني ومع المجلس القومي لحقوق الإنسان عشان نمضي جميعا في ذات الاتجاه إن شاء الله. نعم، وبالطبع أعتقد أنه هيكون في متابعة لمدى تطبيق تلك الاستراتيجية، مش كده؟ هيبقى في متابعة وهيبقى في كل ما حاجة يتم إنجازها يتم الإعلان عنها، لو في أي صعوبات سيتم التعامل معها، لو في تصحيح ذاتي مطلوب زي في الدنيا كلها، فدي هذا أمر متواصل وجهد يعني سيكون لمدى طويل. نعم. وعمل منهجي أيضا بمؤشرات محددة بنتائج محددة وتقييم ما يتم إحرازه وأي صعوبات قد تقف في تنفيذ هذه الـ 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 الأهداف. نعم. سيد سفير، هل من دور اللجنة أيضا طرح لتعديل بعض المواد في القانون مثلا؟ هل يجوز للجنة أن تقدم ذلك؟ ما هو النتائج المستهدفة حضرتك تنقسم إلى في كل حق من الحقوق، ففي جزء منه بيتم من خلال التطوير التشريعي، جزء منه بيتم من خلال التطوير المؤسسي، وجزء منه بيتم من خلال التثقيف وبناء القدرات للجهات والعاملين فيها اللي بينفذوا هذه القوانين. وبصفة دائمة فاللجنة مناط بها أنها تراجع تنفيذنا لالتزاماتنا الدولية ومدى اتساق القوانين المصرية مع الاتفاقيات الدولية التي صدقنا عليها، فدي عملية متواصلة لا تنتهي. نعم سيادة سفير، لكن أعتقد أنه هيظل ملف حقوق الإنسان ملف مسيس، ولا رأي حضرتك إيه؟ هو ملف مسيس، ولكن مصر بتنظر إليه على أن حقوق الإنسان ده جزء من خطة التنمية الشاملة التي نريدها لأنفسنا، هو مكون من هذه الخطة، وبنتعامل معاه بموضوعية في إطار ما نريده لأنفسنا وليس ما يقوله الآخرين. هل حضرتك شايف من وجهة نظرك أنه المجتمع المدني محتاج أنه ينشط أكتر مما هو نشط الآن؟ الحقيقة المجتمع المدني تلقى اليوم مبادرة السيد رئيس الجمهورية بإعلان العام 22 عاما للمجتمع الدولي، وتم تأكيد مرة أخرى الإرادة السياسية لجعل المجتمع المدني شريك للدولة في حماية حقوق الإنسان وشريك للدولة في التنمية بصفة عامة، وكان ده بدايته صدور قانون العمل الأهلي الأخير اللي كان أيضا بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية، واللي صدر بعد عملية تشاور آنذاك كانت موسعة وعمل نقلة نوعية في القانون، ويجري الآن البدء في توفير أوضاع بالنسبة للجمعيات الأهلية بحيث أن احنا جميعا نطوي صفحة الماضي ونبدأ صفحة جديدة من الشراكة وتدعيم قدرات المؤسسات الأهلية والجمعيات الأهلية والثقة المتبادلة ومع الحكومة وإسهامهم معنا مع الحكومة في تقديم الخدمات وفي تقييم الموقف بالنسبة لكل شيء بما فيه حقوق الإنسان. بشكرك فندم، بشكرك شكرا جزيلا، وتحياتي لحضرتك سيد سفير أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف.